معايا ضيفي الثاني اليوم سي كمال شربي بلي كما كان يقول ياسين لو مايون فور ما بين الغوشيرش والستارت اب. قبيله كنا نحكيو على سلوى صادق، جوستومون على سلوى صادق باردون، كيفاش معناتها البحث مهم وعندنا دي شيرشور امبورطون في تونس، لكن من بعد قاعدين نفقدوا فيهم. نذكر اللي سي كمال هو لو فونداتور نتاع اراب كوم ان تونسي، دونك عام 86 اللي زاد معناتها عملت لا conception et fabrication du premier poste émetteur-récepteur radio-communication professionnelle arabe et le réseau radio-fréquence Sismaïlin. مرحبا سي كمال. بيك اكثر. شو انا نزيد نقول اكثر. فيكم. في الايفينمون الباهي هذايا اللي تحت الدربو تاع اوروبا، اما هو تونس قبل اوروبا راه. بالطبيعه. بالطبيعه ولا رانا مشهوني. احنا كما ذكرت قبيله ارابكوم هي لابوغاتوار دو بروتوتيباج، اختصاصها هو لانجينيوري انفيرس، يعني اللي تتسمى ممكن باللغه العربيه الهندسه العكسيه، اللي هي تاخو المحتوى تاع البحث العلمي وتتخيلوا كيفاش يولي يعني برودوي، وكيفاش البرودوي هذاك يولي ان بوزوان للمجموعه تاع سيونس ايكونومي في بلاد كيما بلادنا. الحاجه الباهيه اللي في تونس هي الفكره موجوده، والبحث نتاعها ثم اختصاصات كبيرة في تونس وناس مختصين في البحث، ما هذا يكون إلا نظريا، التطبيق غايب غيبان كلي في تونس بالنسبة للبحث العلمي. وإحنا دورنا هو النظري نحب نردوه تطبيقي. جوستومون اذا شكنت نقول مع سلوى قبيله اللي معناتها اليوم الاقتصادات المتقدمه كلها تستثمر في التكنولوجيا في البحث العلمي، لكن البحث العلمي للتجديد معناها وعنده معناها جانب اقتصادي مهم معناها كاستثمار، يعني شنو اللي ناقص اليوم في تونس؟ احنا راهو اولادنا اللي يخدموا في الشركات اللي هما الواس 72 يعملوا في فالور كبير كبير ياسر لاوروبا. فالور اجوتي لاوروبا مش لتونس. احنا العبد لله قمت بدراسه مده عامين على فالور اجوتي باغ امبلوا. يعني الفالور اجوتي باغ امبلوا اللي هو تونسي بحت اللي قاعد يصنع في تكنولوجيا متقدمة جدا، مش في أي صناعة، هي في صناعة السيارات والطائرات. احنا الفالور اجوتي بار امبلوا يوصل 22.25، كيف نقارنوه بالفالور اجوتي بار امبلوا لفرنسا اللي هي يعني 25.15 وألمانيا 31.9، ولينا احنا ما عادش بعاد على فالور اجوتي بار امبلوا الاوروباوي. ولكن تونس ماهيش قاعده تستنفع منه الا حاجه قليله جدا، اللي هي سي يعني اليد العامله، واحنا عندنا يد عامله متخصصه. خاطر علاش؟ خاطر كيفاش احنا جينا عملنا الدراسة هذية تاع فالور اجوتي تاع التونسي، اللي وقت لي البروسيس دو لاندستريالزاسيون مثلا الكترونيك، نبداوها بالديزاين، الديزاين تونسي، البروتوتيباج تونسي، البروسيس دو لاندستريالزاسيون دي ماشين فول اوتوماتيك من اقوى ما ثم التوانسة، البلاتفورم تاع التيست الى كونسيبسيون دي ماشين دو تيست توانسه، ما عادش عندنا مشكله اللي ولا البروسيس الكل تونسي. هذايا من المفروض يلزم احنا نبيعوه برواحنا. ما نخليوش
سمسارة يبيعونا الماتير غريز تاع اولادنا وهذا مش معقول. اكزاكتومون معناها مانيش قاعدين يعني نكونوهم ولكن من بعد نخسروهم. بالضبط احنا حاليا توا وقت اللي اوروبا اكتشفت الكفاءات التونسيه وقتها هما جاوا عملوا الانفستيسمون. خاطر وقت اللي تلقى انت مش لازم نسمي شركات باسميها، وقت اللي ثم شركات المانيه ولا فرنسويه ولا بلج ولا اللي الانفستيس دون تو سكي بروسيس داندستريالزاسيون من ارخص ما ثم من 200 ل 250 مليار، يعني هالمليارات ومئات المليارات حاطينهم الفترينا في تونس مو قاعدين يستثمروا في بلادنا في الوا 72 اللي ما هو قاعد يفيد في تونس في حتى اي شيء. بالضبط فتات يعني معناتها فتات، وانا مش ما نسميهاش فتات، انا نسميها فارينه تاع الفتات بالنسبه للشيء. وعملنا راو امثله لسامبل، عملنا سامبل عن الكالكولاتور مرسيدس الجديد فاتور الكتريك ما بين زوج شركات يتصنع اللي يخرج من تونس 150 يورو ومرسيدس تشري فيه ب 4700 يورو. ما فهمتش مع حتى في الانفورماتيك اليوم حتى كان فما شركات في تونس ومعناتها وتتموقع في تونس توينسا تلقاهم يعملوا دو لا سو تريتونس مش مذكورين جمله حتى في ميدان السينما اخي سيدي يقول معناتها تو سكي 3 دي وانيماسيون اللي هو اليوم معناها مطلوب جدا جدا، وخاصه توا البروغراماسيون تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اوسي. احنا عندنا 1470 بوبليكاسيون انتيليجنس ارتيفيسيال ولكن قاعده تفيد في الغرب وليست تفيد فينا احنا. علاش اليوم سي كمال انت تعرف معناتها تيجي تقول لنا اليوم على تحط صبعك معناها اليوم على البلاصه اللي توجع وتقول لنا شنو اللي لازم يصير؟ ما عندناش ان بول اللي هو لو مايون انترميديير ما بين لا ريشيرش ديفلوبمون وما بين الاندستري، ماهوش موجود جمله وتفصيلا. ما ثم حتى اي قانون قاعد يعني يعاون في الاستثمار هذايا، بل بالعكس. ونعطيك مثال ونعطيك مثال واقع الايامات. جيشنا يعني تبارك الله على جيشنا في البحريه اعطوني خدمه باش نصنع لو روبو هذايا سومارين ديتكتور دو كادافر. داكوغ حاجه هذا البرنامج باش نوريو احنا توانسه رانا خير مطلعين. عطاهولي وقاعد نصنع فيه حاليا توا. جبت بعض من القطايع اللي هما امريكي ما حبش تبيعهم لتونس. وبطريقتي انا وبعلاقتي شريناهم وجاوا لتونس. في الديوانه في عوض الديوانه تصفق خطاوني ب 1400 دينار. عليه؟ قالوا لي الفاتوره هذه ماهيش مطابقه للشيء. معناها ديما البيروقراطية البيروقراطية هي التشريعات راهو ماهوش من ديوانتنا. اي ليه نعرف ديوانتنا يحميو فينا وديوانتنا يحميو الاقتصاد. اما يلزم نوريوهم الثنية الصحيحة وين موجودة. أي. انا وقتها نهارتها فرحان باش نجيب القطايع باش نعملوا معجزة الا وبها اختية. رفضت باش نخلص الاختية. انت رفضت باغ برانسيب معناها باغ برانسيب يعني هي الخطيه يعني انت تهمتني اللي انا باش نخون بلادي. ولهذا رفضت ومشيت الحمد لله تكلمت عن المسؤولين فهموها بسوني من جبيني وعاونوا تونس مش عاونوني انا. فما فولونتي فما عند لا فولونتي موجوده. معناها حكيت معاهم الجمعه اللي فاتت جمعه الديوانه موجوده منفتحين ويحبوا يطوروا موجودة والحمد لله. ما تكون فما تواصل كوميونيكاسيون جوست هالتشريعات. بالضبط التشريعات اللي مكبليننا احنا في حاجتين مكبليننا. مكبليننا وقت اللي تحب تخلص دي برودوي بريسك ما يبيعوهمش خاطر او تكنولوجي يلزم تعطي سكون ابيل لو بايمون تي تي يعني مسبق الفلوس. هذا القانون في العالم. هذاك ممنوع علينا بالبنك سنترال. ما تنجمش تقدم. انا نركز على هذه راهو يلزم الابداع يكون مقدس في البحث العلمي. واحنا ان شاء الله قاعد نعمل في افور باش نكونوا هاليونيتي تاع المايون مونكون
باش نخلقوا افيك دي بي ام او باش نرانيوهم نقريوهم وردوهم ينجموا يحل اي المشكله. يقول القائل شنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ بالطبيعة هذاك هو السؤال، شنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ أيه؟ الحل هاو أنا جو لو بروبوز. وهو موجود على بورتي. معناتها ماهوش حاجة صعيبة. بالكل موجود. أيه؟ اللي هو اللي يكون الميون هذا باش البحث يولي وهو إبداع يولي حقيقة وصناعة وسوق. كونكريتيزاسيون معناها. الكونكريتيزاسيون ما تصير إلا بحاجة واحدة إلا بالمارشي بيبليك. ماهوش بالمارشي بريفي. جوستومون. راهو البريفي يتبع البيبليك. هذا اللي حاجتنا باش نوظفوه. والحمد لله احنا عندنا منظومة رقمية اكسترا اوردينير الحمد لله نفتخروا بها تونس هي تونيبس. تونيبس جعل باش يعطي شانس لأي تونسي يشارك في المارشي بيبليك. ولكن التونيبس هذا يلزم نزيدو نعطيوه ثروة أكثر يعني لونغيشيسمون. استثمار. استثمار وقت اللي يبدا برودوي فيه ابداع تونسي لازم تعطيه اولويه مينيموم افيك اون سيرتيفيكاسيون موجوده القانون تي في اي تي تو فالور اجوتي تونيزيان. والمركز اللي يعطي شهاده هو لو سيتيم بالنسبه للميتالورجي. اي الا عطيتني سيتيم تي في اي تي راهو نجمو نعطيوه اولويه كليه للبرودوي هذايا باش يكون هو للمارشي بيبليك باش ينجم يعطي مثال للبريفي من بعد باش الناس الكل تخدموا به. اخر سؤال واليوم قانون الماليه باش يتم نقاشه معناها اليوم الجزء المخصص للبحث وللتعليم يعني كي تقول لي استثمار راهو معناتها احنا دوله اليوم تعيش في اوستيريتي في نوع من الاوستيريتي فما ديون قاعده تخلص فما استثمار معناتها على حساب جوستومون استثمارات في المارشي بيبليك في العموم شنو هو لازم يصير اليوم دون لي ميديا سي كمال دون لي ميديا تعمل لي قانون باش توظيف الريشيرش للبحث العلمي تو لي زيكيبمون لي زونترون الكل لي كومبوزون سورتو دو ريشيرش يدخلوا سان يعني نيمبورت كيل بيناليتي كيلكونك معناها ما تعاونش ما تعطلش صحيت ما تعطلش ما تعطلش على راهو هذا ما يلزمكش تعطلو بل يلزمك تعطيه اولويه كليه ونعطيه مثال عملته جارنا اخواننا الجزيرية اللي رئيس الجمهورية تبون أعطى أولوية كلية لأي قطايع للصناعة في الجزائر يدخل من غير ما يخلص ديوانه. شكرا لك كمال شربيب باحث وتجربة مهمة وصوت لازم يتسمع أكثر من مرة ونستفيدوا من خبراتنا يعيشك هذا واقع يعني. ومجربينه وأعطى نتيجة والحمد لله ان شاء الله اون يكرو نقعدوا ديما نامنوا لي توت اي بوسيبل. شكرا ليك انا بعد شويه نستقبل ضيفي الثالث.